فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل العسير إذا شئت سهلا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، أصلح لنا شأننا كله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين. مع الدرس السابع من دروس علامات الساعة، ولازلنا نتحدث عن علامات الساعة الصغرى. بسم الله الرحمن الرحيم، قد ذكرنا في الدرس الماضي 5 علامات، وهي ضياع الأمانة وتصديق الكاذب وتكذيب الصادق وائتمان الخائن وتخوين الأمين، واليوم سنذكر 5 علامات من علامات الساعة الصغرى، وهي كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة وقوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس وظهور النساء الكاسيات العاريات. وسنعرف كل علامة إن شاء الله تعالى على حداها تفصيليا. أما العلامة 17 من علامات الساعة الصغرى كثرة الكذب، ومن العلامات التي كثرت وانتشرت الكذب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب، وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. وعن سماك عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يد الساعة كذابين. قال سماك: وسمعت أخي يقول: قال جابر: فاحذروهم. لقد انتشر الكذب وكثر، ونحن لا نعلم زمانا قد انتشر فيه الكذب وكثر فيه الكذابون، وزيفت فيه الحقائق وضيعت فيه الحقوق كهذا الزمان. فلو تدبرنا ونظرنا إلى حياة الناس نظرة فاحصة لوجدنا أكثر أحوال الناس كذبا في كذب. فعالم السوء يكذب على أمته، والتاجر يكذب على زبائنه، والوالد يكذب على ولده، والولد يكذب على والده، والزوجة تكذب على زوجها، والزوج يكذب على زوجته. وددنا لو نتعامل ولو مرة واحدة مع إنسان يعمل في صنعة ما لا يكذب. يقول أحد الناس وكان يعمل في التجارة: إن الذي علمني الصنعة قال لي: لا بد من أن تكذب من أجل أن تكسب، ولكن والله لن تكسب ولن تربح، لا، وإن ربحت في الدنيا لن تربح في الآخرة. إذن لماذا الكذب أيها المسلمون من أصحاب المهن من تجارة وهندسة وطب ونجارة إلى آخره من الأعمال؟ ولو تدبرت حياة الناس لوجدت أكثر أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم كذبا في كذب. كم من أعراض انتهكت بسبب الكذب،
وكم من مقدسات دنست بسبب الكذب. لقد مل الناس الكذب لأن رائحته النتنة ملأت الأرض. ولو كان للكذب رائحة ما استطاع أحد على وجه الأرض أن يتنفس هواء نقيا. لذلك علينا أن نعالج الكذب. هل تصدق أن الله تعالى حرم الكذب وحرمه في أكثر من 280 آية في القرآن؟ إن دل هذا فإنما يدل على خطر هذا الخلق الذميم القبيح. لذلك لا بد أن نعلم أن الكذب هو خشة ونزالة. نحن نعتقد أن الرجل الذي يعتز برجولته ويختر بمكانته وكيانه لا يكذب أبدا. فما ظنك بالمؤمن الصادق الذي يراقب ربه تبارك وتعالى؟ أسئلة تتبادر في أذهاننا. لماذا يكذب على زوجته؟ ولماذا تكذب المرأة على زوجها؟ ولماذا يكذب التاجر على زبائنه؟ ولماذا لا يصدق المؤمن مع ربه؟ ولماذا لا يصدق المؤمن مع نفسه؟ ولماذا لا يصدق المؤمن مع الناس في كلماته وأفعاله وأحواله؟ والله ثم والله، إن من وقع في الكذب ويتكلم به فإنه يتقلب في النفاق ومع المنافقين وهو لا يدري. فهل تتصور أن الكذب هو صفة من صفات المنافقين؟ والكذاب من المنافقين. يقول تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ويقول تعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالكذب على الله أبشع أنواع الكذب. يتجرأ الإنسان على الفتوى بدون علم أو دليل أو بينة، وفيما حرمه الله تعالى على عباده وما قاله في كتابه. يقول تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك أصبح الدين ألعوبة في أيدي كثير ممن يعطي لنفسه حق الفتوى، فيفتي بما لا يدري، ويقبل هذا بعقله ويرد هذا بعقله. وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. لذلك من أخطر القضايا أن يستعمل الشخص عقله في رد نص ثابت لأنه يوافق هواه، أو أن يتكلم الإنسان في قضية لا يحسنها. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأيضا من صور الكذب القبيح الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا تنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله؟ لماذا تحلل وتحرم ما لم يحلله ويحرمه رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ وأيضا من صور الكذب القبيح الكذب على الخلق. عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله،
والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم، المنافق كذاب، ويوم القيامة له سمة وعلامة معروف بها بين أهل المحشر، والدليل قوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ويقول تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني لن يدخل الكذاب المستكبر الجنة إلا إن دخل الجمل في ثقب الإبرة، إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك هيا لنطهر أنفسنا من هذه الخصلة الذميمة. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والله ما نجا أحد من نار جهنم إلا بالصدق، والصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، والصدق هو سيف الحق في أرض الله الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا صرعه. من صال به لا ترد صولته، ومن نطق بالصدق علت على الخصومة كلمته، والصدق هو نجاة في الدنيا والآخرة. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق في كل شيء، الصدق في النظرة وفي الكلمة وفي النيات وفي الأفعال وجميع الأحوال. عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، فقال: فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعالى أعطيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. أما الآن ترى الأمة تكذب على ولدها من أجل أن يكف عن البكاء، والأب يكذب على ولده من أجل أن يرضيه، فكيف تعلم ولدك الصدق بعد ذلك؟ وكيف تعلمين ابنتك الصدق بعد ذلك وابنتك تراك تكذبين على أبيها؟ يقول الأب لولده الصغير حين يطرق عليهم الباب أحد الناس: اذهب وقل للطارق أبي غير موجود. فيذهب الولد ببراءة ويفتح الباب ويقول له: أبي يقول لك هو غير موجود. لأن الطفل صفحة بيضاء جميلة وبريئة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإما أن يربي الوالدان الولد على الصدق أو على الكذب أو على الفضيلة أو على الاستهتار أو على حسن الخلق أو على سوء الخلق. ولذلك فتربية الطفل مسؤولية عظيمة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن أهله. وعن معقل بن يسار قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.
والصدق في الأقوال والأفعال والأحوال له جمال وله جلال، أما الكذب فهو شؤم ووبال على صاحبه. ومع الأسف فإن الكذب قد انتشر في هذا الزمان بصورة مؤلمة، لذلك لا ورب الكعبة لن تحل مشكلات الأرض إلا بالصدق. أما العلامة 18 من علامات الساعة الصغرى شهادة الزور، ومن علامات الساعة أيضا كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. انتشرت شهادة الزور يقيناً، ويستطيع أي أحد الآن بكل أسف ببعض المال أن يأتي برجل ليبيع دينه ويشهد ضد أحد شهادة زور. عن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني ليست كبيرة عادية بل هي أكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. لذلك الذي يكتم شهادة الحق فقد أثم قلبه، يقول تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإن طلبت للشهادة فاشهد بالحق، وإياك أن تحلف بالله كذبا وأنت تعلم يقينا أنك لست من الصادقين، لأن هذا يمين غموس يغمس صاحبه في نار جهنم. أما العلامة 19 من علامات الساعة الصغرى موت الفجأة، ومن علامات الساعة أن يتمنى كثير من الناس الموت لشدة ما وقع بهم من البلاء في الدين أو في الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، وأن يرى الهلال لليلة فيقال: هو ابن ليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة. فموت الفجأة علامة من علامات الساعة، وأظن أن موت الفجأة قد كثر. تفاجأ بأن فلانا الذي كنت تمشي معه قد مات، وتستغرب وتقول: لقد كان معي بالأمس في المكتب أو في الوظيفة وقد مات في الصباح، فكيف ذلك؟ إنه لم يكن يشتكي مرضا، إنه مات بالسكتة القلبية أو أصيب بجلطة. فهذه الأمراض نسمع بها الآن ما سمعنا عنها من ذي قبل. نعم، نحن الآن نعيش عصرا انتشرت فيه أمراض ما سمع بها أسلافنا. عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ونحن لم نسمع قبل ذلك عن الأزمة القلبية، ولا عن جلطة المخ، ولا عن سرطان الدم، ولا عن مرض نقص المناعة الإيدز، ولا عن الزهايمر. أمراض كثيرة أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط
حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسينين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هل بقي شيء لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا هو الواقع الأليم؟ أليس هذا ما تحياه الأمة الآن إلا من رحم الله؟ يقول تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. لذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يصف لنا هذا الواقع بهذه الصورة النبوية الصادقة الواضحة الجليلة لموت الفجأة، فلقد ظهر بصورة واضحة، وعندنا أمثلة كثيرة على ذلك وأكثرنا يعرفها. فعندما تكثر الفتن والمحن في أماكن الحروب وأماكن الابتلاءات والأوبئة، ترى كثيرا من الخلق يتمنى الموت في كل ساعة، فكم من أناس لا تمر عليهم ليلة إلا وهم يتضرعون إلى الله ويسألون الله الموت. فترى الرجل عنده أسرة وزوجة، كل ليلة تطالبه بمصروف الأولاد ولا يملك قوت أولاده، يفكر ما الذي سيلبسه أولاده في يوم العيد. وكثير ممن يعيشون في النعيم ولا يدرون ولا يشعرون بأحوال هؤلاء. ولقد وقع هذا مثل ما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ترى الرجل حين يمر بقبر أخيه يقول: يا ليتني أنا مكان صاحب هذا القبر. لماذا يقول هذا؟ لأن الفتن كثيرة، وهو يريد أن ينجو بدينه حتى يلقى الله على طاعة. قال بعض العلماء: يتمنى ذلك لشدة البلاء في أمور الدنيا. رجل لا يجد لقمة الخبز التي يريد أن يطعمها لأولاده، وقد يجد نفسه مضطرا إلى الوقوع في الحرام، فهو يلجأ إلى الله بأن يقبضه قبل أن تمتد يده إلى الحرام. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ويقول سهل بن عبد الله التستري: لا يتمنى الموت إلا ثلاثة: رجل جاهل ما بعد الموت، ورجل يفر من قدر الله، ورجل مشتاق محب لله تعالى. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكرهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي موطأ الإمام مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كبر سنه قال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. هذه دعوات جميلة من أمير المؤمنين. أما العلامة العشرون من علامات الساعة الصغرى: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ومن العلامات التي كثرت وانتشرت قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، هؤلاء هم مكافحة الشغب، يضربون آذان الناس بالعصا الكهربائية إذا ظهرت المظاهرات. فمكافحة الشغب يضربون الناس بسبب أو بغير سبب، وهذه من علامات الساعة، لأن المسلم لا يضرب، لا، ولأن هناك حدودا في الإسلام، وهناك تعزير في الإسلام. ومعنى التعزير يعني لو رأينا شابا يلبس سنسالا مثلا أو إسوارة مثلا، فهذا يعزر، يعني يجب أن يؤدب بطريقة ما، ولكن لا يحق لنا أن نتركه، لأن هذا الشاب إن تركناه فسيبقى مثالا سيئا لبقية الشباب، وأولادنا ستتشبه به سواء كان مطربا أو لاعب كرة قدم، ونخشى على أولادنا أن تتشبه به، لذلك لا بد من قطع الفتنة من مهدها. سأعطي مثال. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسير في المدينة ليلا، فسمع امرأة تقول: هل من سبيل إلى خمرة فأشربها؟ هل من سبيل إلى نصر؟ فهنا سيدنا عمر أصابه الرعب، فصلى الفجر وقال: أيكم يعرف نصرا؟ فجاءوا به وهو شاب جميل، فقال سيدنا عمر: احلقوا له شعره. فحلقوا له فازداد بهاء، فقال عمر: عمموه. فازداد جمالا، فأعطاه عمر مالا وقال له: اذهب إلى البصرة ولا يساكنني في المدينة شاب تهتف به العواتق في خدورهن. وسأل سيدنا عمر عن المرأة، فعلم أن زوجها على سفر في جيش في الفتوح الإسلامية، فدخل سيدنا عمر لعند سيدتنا حفصة بنته وزوجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيرها، يعني كبار الصحابة، ويعلمنا أنه لا بد من الاستشارة. فسألها وقال لها: كم تصبر المرأة على زوجها؟ فقالت: سبحان الله، مثلك يسأل مثلي عن هذا. فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. قالت: 5 أو 6 أشهر. فوقف للناس في مغازيهم 6 أشهر، يسيرون شهرا ويقيمون 4، ويسيرون شهرا راجعين، إلا إن كانت زوجته هي راضية بأن يغيب أكثر. وأرسل سيدنا عمر رسالة فورا إلى قواد الجيوش بأن لا يغيب عسكري في هذه الفتوحات أكثر من هذه المدة. فعل هذا سيدنا عمر لدرء الفتنة، والصوت لا يحق أن يحمله ليضرب به إلا الحاكم أو بإذن منه، والضرب عليه أن يكون بمحله وعلى حق. ومما يروى أن والد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد بلغ 80 من عمره فكف بصره، فجاء رجل يشكو أن نقل الحد. ومعنى نقل الحد يعني بين أرض فلان وأرض فلان توجد في الأرض حديدة تغرز في الأرض ليعرف كل إنسان إلى أي حد أرضه. فهذا الرجل اشتكى بأن أبا سفيان غير مكان الحد الموجود في الأرض، فجاء سيدنا أبو بكر ليتحقق من القضية. فقال سيدنا أبو بكر: يا أبا سفيان، أعد الحد إلى مكانه. فقال أبو سفيان: لا. فقال أبو بكر: أعده يا أبا سفيان، وإلا علوتك بالدر، يعني ضربتك بالصوت. فهذا اسمه تعزير، يملكه أولو العزم ويحق له أن يستعمله في الحق. فسمع صوت أبي بكر أبوه فقال:
على ما يرفع صوته عتيق؟ فقالوا له: يرفع صوته على أبي سفيان. فقال له أبوه: قد عدوت طورك. فقال أبو بكر: يا أبتي، إن الله أعز لهذا الدين رجالا عندما أطاعوه، وأذل آخرين عندما عصوه. لذلك ميزان الصحابة هو أن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولماذا يحتاج أبو بكر إلى الدر ليضرب به؟ لأنه كان عادلا في كل شيء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر بن الخطاب: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. حتى قالوا إن هيبة عمر أشد من سيف الحجاج، لأن الهيبة ليست من الظاهر بل هي من الباطن. يقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. يعني كان قصد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث هو التعذيب، وليس القصد التعزير كما قلنا، لأن التعزير يحق للحاكم أن يستعمله في الحق. لذلك فهذا الذي يمسك هذا الصوت ويضرب به الناس بدون وجه حق هو من أهل النار بشهادة النبي المختار، وذلك إن لم يتب إلى الله عز وجل. أما العلامة 21 من علامات الساعة الصغرى: ظهور نساء كاسيات عاريات. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ومن العلامات التي كثرت وانتشرت: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، يعني هن يرتدين الملابس وفي نفس الوقت هن عاريات. أما الكاسيات ففيه أوجه: أحدهما كاسيات من نعمة الله عاريات عن شكرها، والثاني كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتمام لآخرتهن والاعتناء بالطاعات، والثالث تكشف شيئا من بدنها إظهارا لجمالها فهن كاسيات عاريات، والرابع تلبس ثيابا رقيقة تصف ما تحتها كاسيات عاريات في المعنى. وأما مميلات مائلات فقيل زائغات عن طاعة الله وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها، ومميلات يعني يعلمن غيرهن مثل فعلهن، وقيل مائلات يعني متبخترات في مشيتهن مميلات أكتافهن، وقيل مائلات يعني يتمشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا معروفة لهن، مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة، وقيل مائلات إلى الرجال مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها. أما رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة فمعناه يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم وغيرها مما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت، وهذا هو المشهور في تفسيره. وقال المارزي: ويجوز أن يكون معناه يطمحن إلى الرجال ولا يغضضن عنهم ولا ينكسن رؤوسهن. واختار القاضي أن المائلات تمشطن المشطة الميلاء، قال: وهي ظفائر الغدائر وشدها إلى فوق وجمعها في وسط الرأس فتصير كأسنمة البخت. وقال: هذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسنمة البخت إنما هو لارتفاع الغدائر فوق رؤوسهن وجمع عقائسها هناك،
وتكثرها بما يكثرنه حتى تميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما يميل السنام. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة، هذا يتأول التأويلين السابقين في نظائره، أحدهما محمول على من استحلت حراما من ذلك مع علمها بتحريمه فتكون كافرة مخلدة في النار ولا تدخل الجنة أبدا، والثاني يحمل على أنها لا تدخلها أول مرة مع الفائزين، الله أعلم. فيا أيتها الأخت المؤمنة، لماذا التبرج؟ كيف تخرجين بهذا الزي الفاضح؟ علينا أن نتدبر ذلك الوصف النبوي المحمدي الذي لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ترتدي ملابسها لكنها عارية. كيف؟ لأن الثوب ضيق يظهر كل مفاتن الجسد، أو شفاف خفيف، أو مفتح من جوانب عدة، كاسيات عاريات مميلات مائلات، يعني تتمايل في مشيتها فيميل قلب الرجل إليها. لذلك والله ما فرض الله علينا الحجاب وما حرم الله ورسوله علينا الخلوة مع الرجل الأجنبي إلا لأنك درة مصونة ولؤلؤة مكنونة، فأنت أم وزوجة وبنت وعمة وأنت خالة، فأنت تعطين للمجتمع نصفه. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا من أهلي، لمن نسبي، للغرب أم أنا للإسلام والعربي؟ لمن ولائي، لمن حبي، لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. فيا أيتها الأخت المؤمنة، أيتها الجوهرة الغالية، أيتها اللؤلؤة المكنونة، أيتها الدرة المصونة، هيا يا بنت التوحيد وبنت الإسلام، هيا إلى الحجاب وإلى الفضيلة والعفة. يقول تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنعرف تتمة بعض علامات الساعة الصغرى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حبيب كل حبيب، ويا حاضرا ليس يغيب، ويا أنيس كل أنيس، ويا مغيث ويا كافي ويا شافي، ويا من هو لجميع خلقه معافي، اكشف لي عما هو في نفسي خافي. سبحانك إنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.